بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا حلقة مختلفة، وقررنا ان احنا نتعامل مع بعض الأمور كأنها حدوتة جميلة، لكن بيحصل بعض الأمور في النص كده عايزين نوضحها لكل جماهير النادي الأهلي وكمان أعضاء جمعيته العمومية، ونقول لحضراتكم تفاصيل القصة بتبتدي منين لغاية النهاردة وإحنا موجودين مع حضراتكم. لكن مرة تانية وتالتة ومليون بعد أجازة وما كناش موجودين معاكم آخر تلات أربع أيام، ألف مبروك مرة تانية لجماهير النادي الأهلي والكل أهلاوي بالفوز ببطولة الدوري السنة دي والكاس والجمع ما بين بطولتين بعد 10 سنين. الأهلي مصدر سعادتنا، وهنرجع نقول الجملة، في بيبقى في أعضاء وفي رجل شارع بسيط أهلاوي عاشق للنادي الأهلي معهوش فلوس يبقى عضو داخل النادي. الأهلي خرج منه رموز كبيرة وخرج منه وزراء. النادي الأهلي في أماكن مهمة في الدولة موجودين الأهلاوية في كل مكان، مع جمهور محروم من المدرج بيتفرج في التلفزيونات، البعض بنلاقي بعض المباريات بنلاقي 50 أو 100، ولكن خلينا كلنا متفقين الأهلي لكل الأهلاوية، عضو بقى أو نجم أو رمز أو عامل أو دكتور أو مش موجود معاه عضوية أساسا أو مش موجود معاه كارنيه النادي الأهلي، لكن الأهلي لكل الأهلوية، من حق كل واحد يقول رأيه، ينتقد، يعترض، يتغزل في ناديه، لكن فكرة الرأي اللي عايز يمشي والأقلية يبقوا أغلبية غير مقبول بالمرة بالنسبة لنا. بمعنى كنت وأنا دايما بخاطب اللي بيحبوا كلمة الحق، فمن هنا لقينا ناس بتدخل على السوشيال ميديا، هدردش قبل ما احكي الحدوتة لحضراتكم من شوية، الناس بتدخل على السوشيال ميديا في حاجة اسمها لجان الكترونية، وبنوعي الشباب المحترم خلي بالك، خلي انتقادك طالع منك، فكر في الموضوع، اضربه في الخلاط، بلوره جوه مخك، واطلع بمنتج اللي انت عايز تقوله قوله، لكن ما تخليش حد يفرض عليك الرأي. ومن هنا أنا هقول لحضراتكم على بعض اليومين ثلاثة اللي فاتوا بكل أمانة وموجود على صفحتنا الكلام كله، ادخلوا حضراتكم شوفوه. قلنا نعمل حوار ونتكلم ونشوف اللي زعلان مننا زعلان ليه، واللي فرحان فرحان ليه، واللي عنده فكرة بيقدمها لنا، ولقيت أفكار من أهلاوية رجالة، في النص كده بتلاقي انفلات أخلاقي، بمعنى نبقى بنتكلم في أمور مهمة يجي يقول لك يا عم أنت فبركت إيه وقلت على فلان مش عارف إيه. هو اللي يفبرك يفبرك، او فكره السم في العسل، او فكره اللي انت الاثبات عايز تنفي فبيبقى النفي اثبات، فاساسا الكبير ما يقعدش يتكلم في امور صغيره، فمش هنقعد اللي احنا كل شويه نبرر احنا بنقول ايه وعاوزين ايه. فمن هنا عملنا حوار وقعدنا نتكلم في كل حاجه، في البعض ما كانش فاهم اللائحه الاسترشاديه، اتناقشنا وقلنا له وجهه نظر النادي الاهلي كذا 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 كذا، وقناه النادي وجهه نظرها اللي هي سبورت وتدعم والمفروض تنفذ سياسه النادي وهكذا، وقعدنا نتكلم. طلع لنا مجموعه في النص 50 60 واحد يدخلوا على الناس اللي معانا وبيتناقشوا باحترام، الفاظ خارجه سب، ما تفهمش دول طالعين منين. فابتدينا نتعامل بعقل ونتكلم، واحنا طبعا المفروض اسمها التواصل الاجتماعي ما اسمهاش قلة الادب والانفلات الاخلاقي، المفروض اللي عنده رايه، لكن في مجموعه كده عايزه تجبرك على رايها بالعافيه، وعايزه اللي انت يا تمشي معاها في الراي يا اما لا كرسي في الكلوب، ودايما بتحاول تصدر لكل الاهلاويه الحقوا الراجل ده بيقول ايه، ده كان لعيب في النادي الاهلي وده جاب حاجه مش عارف ايه. والفكره دي مش عايز ادخل في تفاصيل، سواء انا او الناس اللي موجوده او قناه نادي شايفين الصوره سودة طول الوقت، وبيحاولوا يستقطبوا الشباب اللي طالع صغير، وفي شباب محترم بيدخل يقول لا كلنا ورا الاهلي، اللي يقولوا الاهلي نمشي وراه بس في الحق، فالاهلي بيطالب بلائحته، اتعلمنا كده منها ناس كبيره دخلت اتكلمت، اكتشفنا في الاخر ال 50 60 واحد هم اللي على الصفحه اتعمل لهم بلوك لا يتعدوا 50 60، عاملين قلق ورغي وعاملين حاله صعبه جدا عشان تمشي على رايهم. فمن هنا هنبتدي الحلقه الاهلي لكل الاهلاويه، اعترض
ما تبقاش مبسوط من حاجه، مش مبسوط من صفقه، مش مبسوط من لاعب، مش مبسوط من اي حد، اعترض وقول رايك، لكن ما تخرجش عن الاخلاقيات وما تخرجش عن النص وما تخرجش عن اللي انت لازم تحترم نجومك وتحترم كل حد اهلاوي. فالناس تقولك كلام ما قلتهوش والناس تفبرك لك حاجات ما حصلتش والمفروض اللي انت تبرر، لا احنا عندنا مبدا وبيلعبوا على فكره ال يا جماعه الحقوا ده بيهاجم الرموز وبيهاجم الناس اللي مش عارف ايه، وبعدين بصوا الظهير الناس كلها بقت ضده ازاي ومش عارف ايه، والكلام ده اساسا مش مظبوط اساسا. فمش عايز اطول في الموضوع ده، انا وجهه نظري واللي عايز اوصله ان السوشيال ميديا او الفيسبوك ده للتواصل الاجتماعي، صديق ليك ما بتشوفوش بقى، لو عايز تقول رايك باي حاجه تقولها بكل حريه، تقولها بكل احترام، ما بقاش وراها اي غرض او اي مرض. لكن اللي بنشوفه عكس كده، في ناس ولا عايزه تتحاور ولا فاهمه، شايفه الدنيا كلها في خط واحد وقافله دماغها عند مربع واحد. احنا الاشخاص دي ما بنعرفش نتعامل معاها، ولو جماهير هتخسرنا عشان كلمه الحق، مش عاوز جماهير، في اكتر من كده على الهوا اهو، لو الجماهير هتخسرنا عشان كلمه الحق، لا عاوزين كلمه الحق، لان في ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب الناس. عايز ابتدي لكم الحدوته في البدايه، والنهارده احنا جايين ندردش معاكم، والفقره الاولى هيبقى معانا السفير نور.